ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. هذا الرجال كبير بالعمر، دخل المسجد يصلي، يتغرب على الله، خايف من الله. طلع من المسجد، تفاجأ بأحد الشباب يتهجم عليه، بيجر شماغه وبيفتش جيوبه، بياخذ اللي عنده، ان كان تليفون ان كان فلوس اي شيء قدامه بياخذ، وصاحبه ينطر بالسياره قدامه. يعني يا جماعه، الريال بذمه الله، من دخل المسجد وطلع المسجد وريال الله حاميه، انت تتهجم عليه؟ مع ان ذلك اغلب الناس في الوقت هذا نايمين، او اللي طايح البلاي ستيشن، واللي بالقهاوي، واللي جنجفه، واحنا ندري بالشيء هذا. وانا مرات هم كذي يا جماعة، خاف الله، مو كذي بالريال.